بعد 20 عاماً من العمل إلى جانب الأمم المتحدة، أشعر بأن الوقت حان للعمل مع جهات أخرى والانخراط بشكل مباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية. هي كانت كلمات الممثلة أنجولينا جولي إثر الاستقالة من مهمتها كمبعوثة خاصة للمفوضية العليا للاجئين، رغبة منها بالعمل مع أطراف مختلفة وعلى قضايا إنسانية أوسع، وقالت: سأستمر في بذل ما في وسعي خلال السنوات المقبلة لدعم اللاجئين والنازحين الآخرين. وخبرنا الثاني صرح في السنغالي عبدو ديالو لاعب باريس سان جيرمان السابق بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي بيرجح كفة كريستيانو رونالدو على ميسي وبيشوف الأفضل على مر العصور، وأشار لاستعداد مبابي للدخول بنقاش طويل مع أي شخص حول هالأمر لإثبات وجهة نظره.